واليوم مع المهارة الرابعة في الإقناع بالإيحاء، واسم المهارة هذه مهارة الربط البسيط. مهارة الربط البسيط جدا سهلة، الهرجة وما فيها إنك تربط شيئين بواو العطف. مثلا تقول أنت جالس ومستمتع بالحديث اللي أنا بقوله، أو أنت تشوفني وتحس بالمتعة من جواك، أو أنت بتسمعني وبتشعر بالفائدة. لاحظ في الربط البسيط أنا ربطت بين شيء محسوس وشعور مضاف، زي أنت جالس وتشعر بالراحة، أو وأنت بتشوفني بتحس بالسعادة، أو حتى أنت بتسمع صوتي وبتستريح أكتر وأكتر. لاحظ إنه القسم الأول كان شيء محسوس، تجلس تنظر تستمع. إذن القيمة المضافة من خلال واو العطف هي قيمة مشاعرية أنا ضفتها، وبالتالي الفكرة اللي وصلت للعقل الباطن هي القيمة المضافة، الشعور اللي أنا أبغاك تحس به، إذا كان سعادة أو راحة أو تركيز. طيب كيف هذا يصير؟ لنفرض أنك أنت فصل جالس وقدامك مدرس تعبان كده هو يشرح، فأنت قمت قلت له أنت تتحدث للتلاميذ وتتمتع بالراحة، طبعا مع الكلام يعني مو كذا بس هي الجملة ترميها. شوف شو اللي يصير، العقل الواعي الحين عقل المدرس، العقل الواعي أكثر تركيز العقل الواعي يروح لأنه بيتحدث مع الطلاب، والإحساس اللي هو اللي أنا أبغى أوصله يروح للعقل الباطن اللي هو أنه بيشعر بالراحة أو بالسعادة. يعني زي لما تقول أنا ماشي في الشارع ومستمتع بالطريق، اللي بيصير انه عقلك بيروح حكاية انه انا ماشي في الشارع، اوه ايوه صح انا ماشي في الشارع، وهو خلاص بينشغل بالكلمة الاولى اوريدي الاحساس بس بواو العطف هذا دخلته في عقل الباطن، خلاص انا مستمتع وانت ما انت داري، فجأة تلاقي نفسك فرحان. طبعا يعني هي مع الجملة وكل ما تكون الموضوع تلقائي اكتر كل ما تخش اسرع. وبرضو من اهداف الربط البسيط انك تسوي قيمة للشيء الاول اللي هو الشيء المحسوس اللي انت قلته. في مثال المدرس في البداية انت قلت ايش، انه هو مثلا هو بيتحدث مع الطلاب وهو بيشرح، هذا صار لي قيمة في العقل الباطن، فهم انه اوه انا لما اشرح ولا اتحدث للطلاب بحس بالسعادة. هذا من برضو المعاني للجملة اللي انت قلتها. ولو تبغى تخلي فعالية الربط البسيط قوية جدا، بدال ما تخلي واحد شيء محسوس بعدين تضيف الاحساس اللي تبغى توصله اللي هو القيمة المضافة، تخلي 5 اشياء، وساعتها العقل الواعي تلاقيه كده يتوه في 5 اشياء، وبعدين تزود السادسة اللي هي القيمة المضافة او اللي هو الاحساس اللي تبغى توصله، وساعتها الفعالية حقت الربط البسيط هتكون مرة اقوى. المفروض نسميها ربط شيطاني، الربط المعقد هذا. مثال تقدر تقول لي واحد انت جالس على الكرسي ومتن رجلينك وبتسمعني وبتنظر حوالينك وماسك الكتاب في يدك وبتشعر بالسعادة، منين يودع لفين ومين يجيب مين؟ طبعا هتكون اقوى كتير لما بتكلم في موضوع معين كده واللي قدامك مو فاهم ايش الهرجة، هتوصل على طول وتلاقيه اصلا داخ مع هذا كل الكلام كده شحط شعر بالسعادة على طول، تلاقيه يضحك. ودحين مع المهارة الخامسة اللي هي تشبه المهارة الرابعة ولكن مختلفة شوية، ولو عرفت الفرق حتتقن الاثنين ان شاء الله، وهي مهارة الربط الضمني. الربط الضمني هو الربط بين قضيتين باستخدام السين او سوف او عندما او اثناء. الهدف من الربط الضمني انه نخلي الشخص يستغرق في حاجة معينة، يعني يستمر في هذا الشيء او يكمل فيه. مثال خلينا كده اقول يمكن باللغة العربية الفصحى تتفهم اسرع لانه فيها سوف، يعني بينما أنت جالس تسمعني سوف تشعر بالمزيد من الثقة. لو لاحظت في المثال اللي قبل شوية، الشعور بالثقة يقتضي أنك تسمعني. مثال آخر أقدر أقول لك، أثناء تفكيرك في هذا الموضوع سوف تستطيع أن تتصور الحل. مثال آخر لو واحد أصلاً كان بيتكلم معايا، فبقول له أنا أثناء حديثك معايا سوف تتجلى لك المفاهيم. فأنا كده ربط أنه عشان يفهم لازم يتحدث معايا أو أنه يستمر بالتحدث معايا. ففي معاني كثير وصلت للعقل الباطن، أنه هو أصلاً بيتحدث عشان يفهم، وأنه الفهم حيوصل له لو هو استمر في الحديث معايا طبعاً زي ما قلت لك أول شيء، وغيره وغيره. بس لو لاحظت أنه أنا أصلاً هدفي أنه هو يستمر في الحديث، وعشان كده قلت الجملة هذه. في الربط البسيط أنا بس بأدي قيمة مضافة للسلوك اللي هو عليه. الآن في الربط الضمني الهدف أنه يستمر في السلوك اللي هو عليه.
سامحني إذا أنا بشرح كثير، بس عشان لازم الفكرة توصل لك وتعرف تفرق بينهم، لأنك لو عرفت تفرق بينهم يعني أنت معناته فهمتهم مرة كويس. لاحظ المثال هذا عن الربط الضمني: في الوقت الذي تفكر فيه بما أقول سوف تستمتع بمزيد من الراحة. هذه تنقسم إلى قسمين. أول شيء في الوقت الذي تفكر فيه، هذه عبارة تفيد بالاستغراق بالتفكير. بعدين حتستمتع، بمعنى أنه الاستمتاع حيجي بمزيد من الاستغراق بالتفكير، وهذا هو الربط الضمني. حاول أنك تجيب أمثلة من عقلك وتطبقها عشان تفهمها أكتر وأكتر. I got broads in Atlanta, just to go lean the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the family.